تحت رعاية وزارة الصحة السورية وبدعم من منظمة الصحة العالمية وفي إطار تطوير الكادر الطبي في قسم العناية المركزة، العاملين في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني تم إقامة دورة طبية. هي مخصصة للعاملين في أقسام العناية المشددة يلي أخذت اهتمام كبير مؤخرا وخصوصا خلال جائحة كورونا. دورة تدريبية حول التدبير المتقدم لمرضى العناية، وهي في سياق سلسلة برامج لوزارة الصحة حول تأهيل ورفع قدرة الكوادر العاملة في أقسام العناية، وخاصة أن جائحة كورونا فرضت نوع من التحدي حول التعامل مع مريض الجائحة إذا محتاج إلى سرير عناية، كيفية تدبيره هو بكل بد يختلف تماما عن تدبير المريض الروتيني أو المريض العادي، إضافة إلى إمكانية عدوى الكوادر إن لم يتم التقييد بإجراءات ضبط العدوى أو إجراءات الوقاية والالتزام فيها. مستشفى القامشلي الوطني ومديرية الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، حيث أرسلت مدربين لتدريب الكادر على التعامل مع المرضى في العناية المشددة، وبالأخص بعد جائحة كورونا أصبح المرضى العناية أكثر والمرضى الحرجين أكثر، وبالتالي زاد الاهتمام فيهم وزاد الخبرة وزادت، لذلك هذه الدورة تقام على مدى أسبوع كامل وإن شاء الله تكون لها ثمرة في تقديم الخدمات لمواطنينا وأهلنا في هذه المرحلة الصعبة. الدورة الطبية تمت بالمشاركة مع وزارة الصحة السورية وهي مخصصة للعاملين بالقطاع الصحي وخاصة مع جائحة كورونا، وجاءت هذه الدورة كجزء من خطة الوزارة لمكافحة الفيروس وفي سبيل زيادة صقل القدرات الطبية للكوادر العاملة في القطاع الصحي بإرسال كوادر تدريبية مخصصة.